عارف اسم باسم خندقجي؟ طيب، باسم خندقجي هو روائي فلسطيني وفاز بالجائزة العالمية البوكر للرواية العربية لسنة 2024. المفارقة إنه رواية باسم خندقجي لا قناع بلون السماء اللي فاز ببوكر 2024 للرواية العربية، باسم أسير، أسير لدى الاحتلال الصهيوني. مفارقة مذهلة الحقيقة. خلينا نتكلم عن الحدوتة دي، لكن نتكلم عليها مع يوسف، مش يوسف الحسيني بقى اللي هو أنا، وإنما يوسف خندقجي شقيق الروائي الفلسطيني الأسير باسم. أهلا بيك يا يوسف. تحياتي ومساء الخير لكم جميعا. تحياتنا ليك ومساء النور عليك، ونتمنى كل الحرية وكل الاستقلال لفلسطين بأمر الله سبحانه وتعالى عن قريب إن شاء الله. خليني هسألك أن تزول هذه الغمة عن شعبنا إن شاء الله. اللهم أمين. خليني أسألك عن باسم. متى أسر باسم؟ في البداية باسم اعتقل عام 2004 تهمة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وحكم تم الحكم عليه بالسجن 3 مؤبدات، قضى منهم لغاية الآن 20 عاما متنقلا بين السجون الإسرائيلية. ولكن بالوقت الحالي لا نعلم شيء عن باسم بسبب أحداث 7 أكتوبر. جميعنا يعلم بأن الاحتلال يمنع زيارة المنظمات الأممية للأسرى الفلسطينيين. وحيث كان عدد الأسرى الفلسطينيين ما قبل الحرب 5500 أسير، نحن اليوم نتكلم عن 10,000 أسير. وباسم يعاني من معاناة الأسرى، كلما يعلم بأن إدارة سجون الاحتلال بتمارس شتى أنواع القهر والظلم تجاه أسرانا داخل السجون، محرومون من أبسط الحقوق. متى انقطعت أخبار باسم يا يوسف؟ انقطعت أخبار باسم بعد أحداث 7 أكتوبر. من 7 أكتوبر لا نعلم شيء عن باسم على الإطلاق. لا، لغاية الآن لا نعلم شيء، وما نعلمه بأنه حاليا موجود بسجن ريمون جنوب فلسطين المحتلة. وباسم بهذه المناسبة يعني تم عزله قبل شهر بعزل سجن عفر بسبب روايته اللي فازت اليوم بجائزة البوكر بالرواية العربية. وهذا الفوز مهداة لأبناء شعبنا الفلسطيني ولكل أحرار العالم ولكل من ساهم في دعم باسم معنويا، وساهم أيضا بنشر أدب باسم بالعودة للحملة التحريض اللي تمت على باسم قبل شهرين من الآن بسبب وصول الرواية للقائمة القصيرة. نعلم بأن الرواية بالبداية وصلت للقناع بلون السماء، وصلت للقائمة الطويلة ومن ثم القائمة القصيرة، وهذا الأمر لم يرق للاحتلال الإسرائيلي، فقرر بأنه يشن حملة تحريض واسعة ضد رواية باسم. وباسم نحن نتكلم عن صحيفة مثلا يدعوت أحرنوت وهارتس وجيروزاليم بوست والإذاعة الرسمية للإعلام الإسرائيلي للحملة الشرسة، مما تسبب بعزله انفراديا لمدة 20 يوم مع دفع غرامة مالية لم نعلم كم هي الغرامة المالية للأسف. ولكن نأمل من رب العالمين انه باسم يكون معنا بأقرب وقت ممكن ويشارك نفسه هاي الفرحة ويشارك قراءه هاي الفرحة. نأمل 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 ايضا بأن تزول هذه الغمة عن ابناء شعبنا الفلسطيني وعن العالم اجمع يا رب يا رب. طب يوسف، يمكن اخيرا، هل من المعقول انه روائي بحجم باسم خندقجي يعزل ويعاقب لمجرد انه وصل الى القائمة القصيرة لجائزة البوكر او حتى الفوز بها؟ يعني
هل تتحدث تقارير دولية عن احتجاز باسم وعزله انفراديا، عن عدم إعلام أهله بمكان احتجازه الدقيق، عن عدم إبلاغهم بأي غرامة أو أي شكل من أشكال العقوبات التي توقع عليه؟ هل يعلم أو تعلم وسائل الإعلام الدولية أنه باسم محظور على أهله أن هم يزوروه أو حتى يعرفوا أخباره؟ والله يا عزيزي نحن نتكلم عن احتلال. الاحتلال يقول كما قال المثال: إن لم تستحي فافعل ما شئت. أسير محروم من أبسط الحقوق، مورست ضده حملة تحريض واسعة بسبب رواية، بسبب كتابة، بسبب فكر تنويري وليس تحريضي. بالنسبة للمنظمات الأممية، وبكل أسف شديد أصبحت متواضعة مع هذا الاحتلال. لجأنا لكل المؤسسات الأممية ولكل المراكز الأممية ولكل المنظمات، ولكن ما في اليد حيلة للأسف الشديد. لا توجد أي أخبار، يعني للأسف الشديد يعني لا توجد أخبار، ليس فقط عن باسم أيضا في هذه الأيام، بل عن كل الأسرة. ولكن كلنا نرى الأسرى الفلسطينيين الذين يدخلون بالمعتقل بكامل صحتهم، ولكن للأسف الشديد يتم الإفراج عنهم بظروف سيئة. صحيح، أنا أضم صوتي لصوتك وأتمنى أن إحنا نسمع خبر جيد عن باسم خندقجي، وفي يوم من الأيام لعله قريبا نجد باسم ينور بيتكم مرة تانية. أشكرك يا يوسف، كل الشكر ليوسف خندقجي شقيق الروائي الفلسطيني الأسير باسم خندقجي، اعتقل وأسر وعذب فقط لأنه يقاوم الاحتلال ولو بكلمة. مأساة ومهزلة حقيقية.